أعرب رئيس نادي الرماية ضعيج العتيبي عن فخر واعتزاز جميع منتسبي النادي بتنظيم بطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد السنوية الكبرى الثالثة للرماية المتواصلة على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية، والتي تعد تدشينا للموسم الرياضي للنادي. وقال العتيبي إن البطولة التي انطلقت قبل أيام تشتمل على إقامة جميع المسابقات الأولمبية في رمايات المسدس والبندقية والتراب وسكيت والقوس والسهم لفئات الرجال والسيدات والناشئين، وتشهد مشاركة كبيرة من رماة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي. تنظيم هذه البطولة الثالثة السنوية واللي يكون فيها افتتاح موسمنا في نادي الرماية الكويت الرياضي، واللي يشارك فيه في جميع مسابقات رياضة الرماية من مسدس وبندقية ورمايات الشوزن سكيت وتراب وأيضا رمايات القوس والسهم. طبعا احنا يعني في الكويت لله الحمد موسمنا موسم حافل إن شاء الله، وأيضا احنا قاعدين نجهز حق بطولات اللي راح يكون فيها تأهل لأولمبياد باريس 2024، وإحنا متفائلين إن شاء الله راح نحقق نتائج إن شاء الله طيبة وراح نحقق تأهل للكويت كالعادة، يكون إن شاء الله منافسة لإخواننا وأبنائنا الرماة الكويتيين في باريس لتحقيق الفوز وتحقيق ميدالية تسجل باسم الكويت إن شاء الله في باريس. هذا جانب. الجانب الثاني طبعا الكويت لله الحمد تربطها علاقات طيبة مع الجميع، وإحنا طبعا تلقينا طلبات للمشاركة في بطولة سمو العهد ورحبنا فيهم وأهلا وسهلا فيهم في بلدهم الكويت، وإن شاء الله يعني يصلونها خلال اليومين ذي الشباب من قطر وأيضا كل الخليجيين اللي يرغبون في المشاركة احنا فتحنا لهم المجال المشاركة مجانا، وكل الكويتيين اللي شاركوا مجانا يشاركون ودعم كريم من سيد سمو العهد. هذه البطولة الغالية على أسرة الرماية الكويتية تم التجهيز لها منذ تقريبا 3 أشهر، وطبعا جميع الأجهزة الفنية والإدارية أتمت استعداداتها والله الحمد، ويعني لابد أن نشكر جميع الأجهزة الفنية والإدارية على النشاط والجهود التي قاموا بها، ونحن أيضا نفتخر بأن لدينا في نادي واتحاد الرماية الكويتي طاقم تحكيمي دولي من أخواننا وأبنائنا الكويتيين ما يقارب يعني 90 حكم دولي في رماية الخرطوش ورماية المسدس والبندقية وأيضا القوس والسهم الأولمبي. ما في شك تعزيز الجهاز الفني والإداري يعطي دفعة للنادي للارتقاء بمستواه ومستوى رماته.